أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترتيب أولوياتها لرفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات والملفات المختلفة، وطلب النواب بضرورة وضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار لكونها تمس كافة تحديات المجتمع على مختلف الأصعدة وتضع حلولا مناسبة ومرضية لمختلف الملفات التي كانت تؤرق المجتمع في الآونة الأخيرة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أهم الملفات اللي لازم الحكومة الجديدة توليها اهتماماتها طبعا الملف الاقتصادي. بتمنى إنها تعمل على تحقيق ما جاء بالحوار الوطني والملف الاقتصادي من توصيات ومخرجات لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطن المصري، واللي كان دايما سيادة الرئيس بيدعو إليها، وعلشان كده قامت الدولة الفترة السابقة بمشروعات حياة كريمة لتحقيق المعيشة التي تليق بالمواطن المصري. قضية الاستثمار الخاص قضية أو من قضايا الأمن القومي، قضية أولية يجب أن تركز عليها الحكومة، إزالة معوقات نمو القطاع الخاص والاستثمار، لأنه لا سبيل للنمو دون هذا. مهما بلغت حجم الاستثمارات العامة لا يمكن أن تكون بديلا عن الاستثمارات الخاصة، فهذه قضية يعني رئيسية. الاهتمام طبعا بالإنسان وبتلبية كل احتياجاته الأساسية، طبعا التعليم دايما بيبقى مهم جدا، لكن كمان أعتقد أن ملف الصحة ملف مهم قوي وفيه اهتمام كبير، خاصة مسألة تطبيق التأمين الصحي الشامل والقوانين وهكذا، فده أمر هام. أيضا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو تحفيز القطاع الخاص وتشجيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، يعني عندنا طبعا الاهتمام كان الفترة اللي فاتت بالاستثمار العقاري بشكل كبير والتنمية العقارية، أيضا التنمية الصناعية الاهتمام بها.